وبقولها بصراحة لشوية الإعلاميين اللي احنا اترزقنا بيهم، بقول لهم لموا نفسكم، البلد مش ناقصة، البلد مش ناقصة الأكاذيب والإدعاءات اللي بتطلقوها على مصر في هذه الفترة التاريخية المهمة، الأشكال اللي بتستضيفوها اللي جاية تنتج كلامها مرة أخرى وتضحك على الشعب مرة تانية، مش هيمشي. سنقف بكل قوة. الشعب المصري امبارح زحف إلى شرم الشيخ، فئات عديدة كله رايح، الأوقاف، القضاء، الصحفيين، الإعلاميين، الحزبيين، قائمة في حب مصر، أي كل الناس بدأت تزحف إلى شرم الشيخ عشان نقول لهم إن مصر حاضرة ومصر في قلب الحدث ومصر مش هتسيب ولادها. وزي ما قال الرئيس، مفيش حد هيطفي شموع ولا أنوار شرم الشيخ أو أي منطقة سياحية مرة أخرى. تقرير ثم نعود.